ركزتوا فيه الفترة الأخيرة كان الزمالك ولا كان العين؟ لا العين، العين. العين والزمالك الماتشين، العين والزمالك. الماتشين بس العين اكتر يعني. الزمالك احنا متعودين على ماتشات الاهلي والزمالك، العين كنا اول مره نلعبه، وبعدين كنا بنسمع تصريحات كده غريبه وحاجات غريبه دايما بنسمعها اصلا، استفزتكم؟ حاجات مش حلوه مش صح يعني، من بعض الإعلاميين. السوشيال ميديا واعلاميين وبتاع، واحنا ساعات الحاجات دي بتجي لنا مشجعين. فيديوهات في المحاضره وبتاع، ساعات لعيبه زمايلنا في الفرقه بيبعتوا لنا على الجروب نبص عليها نسمع نشوف الناس بتقول ايه، فانا ما بقتنعش بالحاجات دي عامه. لما تبقى عايز تكسب حد او تكسب نادي الاهلي اكتر بالذات، فيديو استفزك؟ الموضوع اللي انت ممكن تلعب فرقه وتقول لك احنا هنكسبك 3 و4 و5، يا عم ما تقولش كده، تعالى اكسبني في الملعب ولما تكسب قول اللي انت عايزه. ايوه. فلا دي مش حلوه يعني، انا ما بحترمش دايما الحاجات دي، دايما بحترم الحد الناجح او بيكسب في الملعب مش بالكلام يعني. قول لي يا قفشه، يعني لما بتنزل ربع ساعه او 10 دقايق، انا الماتش الوحيد اللي حضرته لكم في الملعب في وجود مصطفى نهائي الكاس في السعوديه. تمام. انا شفت حضرتك. وما دماغي اتفتحت كمان، كانت شغلانه يعني. فانا شايفك على الخط وانت بتسخن، انا بيبقى عندي احساس، فحاسك مركز قوي، احساسي مجرد احساس، مركز قوي، مستني قوي، منتظر قوي. يعني انا بتكلم صح؟ انا بعد هتجنن. تبقى قاعد هتتجنن. اي رغم ان الوقت كان قليل، انت لعبت ربع ساعه المفروض، الوقت الضائع طبعا زاد وكده، بس انت نزلت تقريبا في الدقيقه 75 صح؟ 77 كمان. 77 كمان، مع لعب 10 11 دقيقه وقت بدل ضايع. وانت نازل المباراه دي، اديني مشاعرك، لان المباراه دي لا تقل عن اي مباراه كبيره، انك تصنع الهدف طبعا الاول وتسجل الهدف الثاني، وبتامن تماما انت وامام فوز النادي الاهلي. طبعا احكي لي شويه عن المباراه. الماتش ده كان ليه ظروف خاصه كده، وكان زي ما قلت حضرتك كان قبلها بيوم عيد ميلادي، فانا يعني خدت قرار ان انا ما فيش سوشيال ميديا ما فيش اي حاجه، احتفلت مع الفرقه، عملوا له عيد ميلاد في الطياره وخلاص. دفتره وانت راجع ولا انت لا رايح؟ احنا رايحين. كويس. فخلاص يعني ركزت في الموضوع وقفلت على نفسي ابص يا كابتن، انا دايما وانا قاعد على الدكه مركز 100%، مركز 100%. ده عندي، ده لازم اعمل كده. حلو. لو الفرقه هتسخن انا جاهز، لو حصل لا قدر الله حاجه بعد 5 دقائق انا مش ده هستنى ان صحيح. انا اسخن والبس شراب والبس، لا انا لابس وجاهز بحيث ان وارد يحصل اي حاجه. انا دايما بهيئ نفسي للماتش في اي حاجه، يعني ممكن انزل بين الشوطين لو انا مش لابس ومش جاهز ومش محضر نفسي هبقى مش كويس، صح. فدايما بحضر نفسي. الماتش ده كان ليه حاله خاصه كده، كنت انا من الناس اللي بحب الملاعب اللي هي مليانه جماهير يا كابتن، دي بتبقى متعه خاصه، لعيب طبعا الكوره لما بيلعب في وسط طبعا الجماهير بتبقى متعه طبعا. يعني. فانا كنت مركز، وبعدين لما قمت سخنت صوت الجماهير لما انا قمت اللي هو مبسوطين ان انا قمت اسخن، فدي حاجه انا بتبسطك، طبعا بتديك وبتخليني اركز 100%. نعم انا ببقى هادي يعني، يعني نعم عندي الحمد لله الهدوء ده، دي اهم حاجه بحاول اعملها، ان انا ابقى هادي دايما في الماتشات سواء نزلت او بدات يعني. فكنت مركز جدا، كنت قاعد بتفرج على الماتش شايف ايه اللي بيحصل في الملعب، شايف. شايف ده مهم يعني، لازم ابقى عارف ايه نقطه القوه وايه نقطه الضعف اللي في الفرقه اللي انا بلعبها، ايوه. عشان لو نزلت ابقى عارف انا بعمل ايه. فلما انا كنت هنزل بدري شويه بس كنت ما هتنزل بدري. بس ما حصلش، فلما جيت في الاخر اخر جيت انزل كنت خلاص يعني قلت لا هنزل بقى، ما نزلتش دلوقتي خلاص. واعتقد مش فاكر الماتش ده كان فيه اكسترا تايم ولا لا، اعتقد لا تقريبا. الماتش ده لا، ما كانش فيه اكسترا تايم. فانا لا. قلت لو ربنا كرمني ونزلت، كان الكابتن سامي قمصان جالي قال لي انت اللي هتخلصنا، سامي. وانا نازل قال لي انت اللي انت اللي ده وانت هتكسبنا. نازل؟ لا لا مش لا هو نازل، مستحيل هو نازل دي في بعد الدقيقة الجون 90. الاول. لا ده بعد الجول على في الدقيقة 90. نعم. كابتن سامي قال لي اهو ما تزعلش، هنا ده الجون بتاعك. ده الجون بتاعي في الدقيقة الرابعة. بس انا عارف الامام هيلعبها يعني. عارف. فكرت تباصي يا قفشة؟ لا موديست كان بصراحة، فاضي. بصراحة لا يعني، بصراحة لا، انا واخد واخد القرار. خدت بينالتي برضه القرار. من على ال 18. هي صعبة عشان برضه زي ما قلت لحضرتك الجون مش شايفها. الجون مش شايف. بتلعب على الحتة دي. صعبة جدا زي ما قلت لحضرتك، وبعدين المدافع فتحت رجل المدافع دي انت تخليها اصعب. شايف رجله مفتوحة فعلا؟ صعبة صعبة جدا والله. صعبة 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 ممكن جدا. الناس تتكلم ان الجون ممكن يجيبها او الجون، لا هو الجون بياخد خطوة عكس عشان يشوف الكورة، مظبوط. فهو قبل ما ياخد الخطوة العكس دي بتبقى بتكون في سرعة الكرة بتكون والزاوية اتفتحت، عقبال ما يرجع بتبقى بعيدة. انت بتقيسها ما شاء الله. الحمد لله. برضه ارجع